الزميل ماجد غراب مع الاستاذ مرتضى منصور في الملعب. جعفر عاد الحياه مجددا لقلعه ميت عقبه، فرص وحظوظ المنافسه على درع الدوري، التاهل للدوره الرباعيه، لكن الحقيقه ما بين الشوطين وصل لاستاد الدفاع الجوي المستشار مرتضى منصور، هو ما كانش موجود في الشوط الاول اللي كان متاخر فيه الزمالك بهدفين. انا قلت اهو زي ما حضرتك طلبت، لاني انا شفت حضرتك بعيني انك انت وصلت، ومع قدومك نتيجه ايجابيه اتحققت لنادي الزمالك. الاول تحياتي لحضرتك، وكيف ترى هذه النتيجه الصعبه اللي حققها نادي الزمالك النهارده؟ بس هو دلوقتي خلاص عرف انه احنا هنوش حلو، يعني انا اللي جبت الجونين على فكره. انا اقول كلام، بس انا زعلان من كابتن احمد شوبير، لانه عشان موضوع الهبوط هو كان يعني اختلف معايا كما تشاء، يعني قول وجهه نظرك لكن ما تقولش من باب التريقه انه طيب ما دام، لانه هو تقريبا عمل مداخله مع السيد دكتور اسماعيل فايد نائب رئيس نادي سموحه، وقال له ان رئيس لجنه الانديه قال من ضمن اسباب انه احنا قلنا غير الهبوط انه فرق الجيش، مش بقول فرق الثلاثه يعني اقل تكريم للجيش اللي وقف معانا، ان احنا نوقع الثلاث فرق، ده طبعا ما حصلش مني. فهو قال له طب خلاص يبقى النادي الزمالك ينزل درجه ثانيه تكريما للشرطه والكلام ده. انا يعني ايه، ما بحبش الكلام، يعني ناقشني موضوعي، انا عندي وجهه نظر، قلت العداله الرياضيه ومعظم الفرق ما بتلعبش في ارضها، ده جزء اولاني.